الى يومنا هذا ما عندناش تاريخ، ويمكن تحيد الاستحقاقات الانتخابات، ويمكن نجلسوا المسؤولين ديال المدينه باش نتناقشوا معهم فيما يخص، لان من الضروري ما يمكنش نبقاو كفرق فريق الرجاء والوداد نبقاو كنستقبلوا برا وما كنلقاوش فين نستقبلوا. راه ماشي غير اعطيونا ملعب واحد اللي نعرفوا غنبداو نستقبلوا فيه، ما عندناش مشكل، ولكن عندنا كل احد ملي غنكونوا كنبغي نستقبلوا في الميدان ديالنا خصنا نقلبوا ثلاثه اربعه المدن، وكتبقى عده اكراهات وبزاف الامور، البرمجه البروغراماسيون ديال التلفازه الى غير دير الملك، التواجد ديال الامن، واش ما كاينش الامن في هذيك المرحله، واش كاين شي تظاهره اخرى موازيه، هذه كلها مسائل اللي كتصعب علينا الكاهل ديالنا وكتقل الميزانيه ديال الفريق. الان خصنا ضروري مسؤولين ديال المدينه، لان جوج فرق اللي كيديروا التنشيط الرياضي في هذه المدينه الكبار هي فريق الرجاء وفريق الوداد، على اساس بانه خصو يكون عندنا محل فيها نلعبوا الكره، لانه من الصعب بان باش نبقاو اونت بارونتيز اس دي اف فيما يخص الملاعب بحجم فريق الرجاء البيضاوي، ما عندناش ملعب قارن اللي غنلعبوا فيه. وكذلك بغينا نتكلموا حتى على المنحه، لانه جل المدن الاخرى بكل مكونات ديال لي كوليكتيفيتي لوكال، سواء المجلس المدينه والعماله ولا الجهه، دعموا الفرق ديالهم باستثناء مدينه الدار البيضاء. حنا بغينا نطرحوا السؤال لماذا، وكانت جرت العاده بان الرجاء ولا الوداد ياخذوا 500 مليون 500 مليون، في كاين المشكل الان علاش في هذه السنه ما خديناش؟ واش نظرا للازمه الماليه ديال سميتو، الازمه غير على قبل الفريق ديال الرجاء ولا ديال الوداد؟ بغينا نسالوا هاد الناس، لان هذا من الدور ديالنا، وانا هنا غنوضع القبعه ديال المنتخب، لان السي ان اللي ديال 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 سميتو، على اساس بانه ضروري خصنا نلقاو حل، لانه هاد الفرق كيحملوا اسم مدينه الدار البيضاء وكيديروا تنشيط لمدينه الدار البيضاء، وكيحملوا تتكون في محافل دوليه وعالميه الرايه المغربيه، لانه من العار بان هاد الجماعات المحليه ما كيساعدوش هاد جوج فرق.